مساء الخير أحبائي، إذا نرحب بكم غوسي كلار هاند ميد في ورشاتها الإبداعية كالعادة اللي هي ورشات الاسترجاع. اليوم كما راكم تشاهدوا احنا نخدموا هذا المهرج الجميل، هذا الكلون بوسائل مسترجعة. نشوفوا الأدوات، إذا نحتاج إلى رول بيبر، نحتاج إلى لاصق سيليكون وغرائه، نحتاج إلى أي قماش مسترجع تكون فيه هذه الألوان الزاهية للتمييز بال لللباس المهرج، نحتاج الى مقص، نحتاج الى هذه الليبه هذه المسترجعه لوات يعني صوف الحشو، نحتاج هذا الدبابيس سي دي زاتاش باريزيان يعني عندها اللسان في الاسفل، نستعملوها باش نثبتوا الكرتون. نحتاج الى عيون متحركه جي موبيل، نحتاج الى بومبون امبول بألوان زاهية كذلك، نحتاج إلى قلم أسود باش نحدو الفم، ونحتاج إلى خيط عادي يعني خيط على الخياطة. إذا الخطوة الأولى أحبائي راح نغلفو الخمس كراتين هاد الرول بيبر، راح نغلفوه بهاد القماش المسترجع. إذا هنا كما راكو تلاحظو راني نستعمل في الغراء الشفاف يعني راح يعمل نتيجة مليحة، والنتيجة تاعو راح تكون كذلك يعني راح ينشف بسرعه. نغلفوا الكرتون تاعنا بشكل عادي يعني ندوروه عادي، نلفوه في القماش. هنا لكم الاختيار، تقدروا تستعملوا الغراء الابيض، تقدروا تستعملوا السيليكون يعني كذلك السيليكون راح يسرع في الوقت تاع الورشه بهاد الشكل. يعني هي ورشه مناسبه للاطفال، ولكن فقط ما نحذركم دائما على السيليكون لازم يكون بحضور شخص بالغ في الورشة هذه. اذا بهذا الشكل كما كنت تلاحظوا، ومن بعد حنقطع الاطراف العليا والسفلى بالمقص باش نقدر نعاود نرجعها الى الداخل بسهولة. كذلك راح نحط كميات يعني من الغراء في هذه الاطراف اللي قطعتها، وراح ندخلها بكل بساطة نحو الداخل. إذا نفس الشيء اللي راح نديره في الطرف العلوي راح نقوم به أحبائي في الطرف السفلي، وهكذا نكون غلفنا أول كرتون بالقماش تاعنا. إذا هذه الخطوة راح نكررها أحبائي في كل الكراتين تاعنا. إذا نقول لك الخطوة هذه نفسها نعاودوها على. اذا هاد الكراتين كامل راح نغلفوها بنفس الطريقه. اذا الان هاي الكراتين تاعنا الخمسه، يعني واحد راح يشكل لنا الجسم، اثنين راح يشكلوا لنا اليدين، واثنين راح يشكلوا لنا الرجلين. نمر الان الى كيفيه تحضير راس المهرج تاعنا. اذا هاد الصوف تاع الحشو اللي نستعملوه في حشو الدومه راح ناخذوا كميه مناسبه لراس المهرج، ونحاولوا نلفوها في هاد القماش هذايا الإلاستيكي، يعني هو قماش تاع الليبات يعني اللي تلبسهم السيدات. إذا راح نحكم الخيط فقط باش نحدد الرأس تاع المهرج، ونقوم بلف الخيط كما راكو تلاحظوا بهذا الشكل، يعني نثبتو حتى نتأكد بأنه الخيط تاعي يعني راهو محكوم بشكل مليح. تأكدوا فقط هنا إفو الخطوة هذه يعني مهمة، لازم تغلقوا الخيط تاعكم بإحكام باش ما يعاودش يفتح لكم الخيط بهذا الشكل. يعني بعد ما تكملوا هذه الخطوه تاع الخيط مباشره يعني راح نستعملوا المقص، وراح نقطعوا هذيك الزوائد كامل غنتخلصوا منها تاع القماش تاعنا هذايا الإلاستيكي. اذا راح نقطعوا راح نخلو فقط الراس تاع المهرج. اذا الراس هذا اكيد راح اون فالو بيرسوناليزي، يعني راح نعطيلو شكل تاع وجه المهرج كما تعرفوه دائما هو بشوش يضحك. دونك راح نمدولو راح نحطو فيه اعين متحركه، راح نحطو الانف تاعو الاحمر اللي نعرفوه، نحطو الفم تاعو الابيض، وراح نحطو له الشعر تاعو يعني معروف المهرج عنده شعر الوان زاهيه، والقبعه تاعو ما تنساوهاش. قبعه عندكم اختيار، تحبوا بنفس القماش تحبوا باي قماش اخر. اذا ثبتوا الاعين المتحركه بالغراء تاعنا بشكل عادي،
ونحطو كامل التفاصيل اللي تكون موجودة في وجه المهرج، اذا هاي ليك. حتى الشعر راح نستعملو هادوك لي بومبوم بول، فوالا. اذا دائما نستعملو الغراء ولا السيليكون. اذا هاوليك وجه المهرج، يعني راهو وجد يعني بشكل بسيط، وعندكم الاختيار نتوما كيما تحبوا الالوان اللي تحبوا تستعملوها للاعين. انا فضلت اللون البنفسجي لانه يتماشى مع الملابس ديالو. اذا الخطوه المواليه احبائي راح نحاولو انفاسومبلي، يعني راح نجمعوا كامل الاجزاء تاع المهرج. يعني قلنا اسطوانه راح تشكلنا الجسم، اذا راح نلصقوا اليدين في الجسم تاعنا، غنشكلوا ثقوب في الكرتون تاعنا بمقص مدبب. راح نشكلوا ثقب في اليد، يعني في الكرتونة تاعنا في الاعلى، ونفس الثقب راح يخترق الجسم في الاعلى، ونثبتوه بالدبوس تاعنا اللي شفناه لاتاش باريزيان تاعنا. راح ندخلوه مباشره، ومن بعد راح نفتحوا اللسان في الجهة الداخلية، وبهذا الشكل يكون كما تلاحظوا. لاحظوا اللسان راح نفتحه، راح يكون ثبتت اليد بشكل جيد. اذا نفس الخطوة راح نكررها في اليد الثانية بنفس الطريقة. الارجل في الجهة السفلية كذلك راح نقوم بنفس العملية، الرجلين كذلك. اذا هاد الدابيس احبائي يعني الميزه تاعها انه راح تمد، راح تخلي الاجزاء تاع المهرج تتحرك بسهوله. الدبابيس لاحظوا، اذا اليدين تقدر تتحرك بسهوله والارجل كذلك. اذا بدا يبان الشكل تاع المهرج تاعنا، لاحظوا اذا مازال الجزء السفلي اللي هو الارجل. اذا هاملك الارجل تاعنا، اذا راح نثبتوهم بنفس الطريقه. ثقب راح يكون الان في الاعلى تاع الرجل، ولكن في اسفل الاسطوانه الخاصه بالجسم دائما بواسطه. احبائي دائما نقول لكم اذا كنتوا اطفال لازم يكون معكم شخص بالغ، لانه الادوات الحاده كما تعرفوا تقدر تصيبنا بالضرر. اذا ردوا بالكم في هذه الخطوه. اذا تلصقوا الارجل تاعكم بشكل عادي كما درتوا في اليدين. اذا وهكذا نكونوا كملنا الجسم تاع المهرج تاعنا. تبقى لنا الان الخطوه الاخيره اللي هي راح نثبتوا الراس تاع المهرج في المكان المخصص ليه. هنا يعني من الاحسن نستعملوا السيليكون. انا مازال ما ثبتش الراس، لاحظوا. اذا راح نستعمل السيليكون من الاحسن، يعني راح يمد لي نتيجه مليحه. اذا راح نثبتو كيما راكم تلاحظوا بالسيليكون. اذا هاوليك المهرج تاعنا، يعني الشكل العام ديالو بدا يظهر. شوفوا تقدروا تحكموا فيه احبائي، تلعبوا به، يعني يقدر يجلس يقدر يوقف، يعني يشد روحو. تقدروا ديروا به حركات بهلوانيه كما نعرفوا على المهرج، يعني دائما يقوم بحركات بهلوانيه. اذا هاي لك هديه الورشه تاعنا احبائي اليوم، هي فكره يعني جميله وجديده. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره احبائي. ودائما نقول للناس اللي او الاشخاص اللي اول مره يزوروا قناه غوسيكلار هاند ميد، قولهم هي قناه خاصه بفنون وابداع، يعني اشغال يدويه وتدوير فني. اذا لايكيو الفيديو اللي عجبتكم، وسجلوا في القناه، وفعلوا الجرس خاصة، وتلقوا إن شاء الله في ورشات مقبلة وأفكار جديدة. ابقوا على خير، تهلاو في وحدكم، مع السلامة.